شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار ومحافظ دمياط منال عوض توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وشركة جاب فرنسا القابضة، وذلك للشراكة والتمويل والتطوير والإدارة في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية بمدينة الأثاث بدمياط. وبموجب البروتوكول سيتم البدء بمشروع مدينة الأثاث بدمياط للمشاركة والتمويل وإنشاء وتنفيذ وتطوير وإدارة مول للأثاث وفندقين ومركز للمعارض ومركز للتصميم.